خلال تفقده عددا من المشروعات في منطقة القناة، محلب يفتتح رصيفين 18 و19 بميناء دمياط ويتفقد المركز اللوجستي لتخزين الغلال. تعزيزات من الجيشين الثاني والثالث وعناصر التدخل السريع لمعاونة وحدات الجيش والشرطة في حربها على الإرهاب في سيناء. العليا للانتخابات في تونس تعلن النتائج الجزئية لعملية الاقتراع في الانتخابات التشريعية، وحزب نداء تونس يقول إنه لن يحكم البلاد بمفرده إثر فوزه بالانتخابات. رابعة عصرا هنا في القاهرة، أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى بانوراما النيل، ونبدأها مع الزميلة إيمان منصور. شكرا أيمن. بدأ المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء يرافقه وزراء التموين والنقل والتجارة والتنمية المحلية والتخطيط والإسكان زيارة لمنطقة القناة، يتفقدوا خلالها عددا من المشروعات الاستراتيجية بمدينتي دمياط وبورسعيد. وقام محلب بتفقد ميناء دمياط ومنطقة مشروع المركز اللوجستي للغلال والمقرر إقامته على مساحة تتجاوز 3 ملايين متر مربع وبتكلفة تبلغ 15 مليار جنيه، ليكون أكبر مخزن ومركز لتخزين وتعبئة الغلال بمنطقة الشرق الأوسط. كما افتتح خلال زيارته لميناء دمياط الرصيفين الجديدين 18 و19، واللذين سيتيحان قدرة واستيعابا أكبر للسفن العملاقة مما يدفع وينمي حجم التجارة الدولية بالمنطقة. كما توجه رئيس الوزراء والوفد الوزاري المرافق له إلى محافظة بورسعيد لتفقد عدد من المشروعات بالمنطقة الصناعية. وعلى الهواء مباشرة ينضم إلينا من دمياط مراسل النيل منذر أبو دوح. منذر، كيف تتابع حتى الآن جولة رئيس الوزراء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. منذر أنت معي على الهواء ونسمعك بشكل جيد، كيف تتابع جولة رئيس مجلس الوزراء حتى الآن والتي تشتمل على دمياط وبورسعيد؟ بالفعل جولة رئيس الوزراء اليوم ثرية بالافتتاحات والإنشاءات الجديدة. نعم. نعم، هي الافتتاحات معذرة إذا كان هناك عطل فني، ولكن الافتتاحات والجولة ثرية بالافتتاحات. تابعنا مع رئيس الوزراء جولته في ميناء دمياط والذي فيه افتتح فيه رصيفين جديدين 18 و19، وبعد ذلك جولته لمتابعة المركز اللوجستي للحبوب، وكذلك زيارته لعدد من المناطق داخل ميناء دمياط الجديد. بعد ذلك قدم وزير رئيس الوزراء إلى محافظة بورسعيد للمنطقة الصناعية لمتابعة بعض من المصانع تابعة لعدد من مستثمري الأجانب. بدأ بمصنع البتروكيماويات باستثمارات هندية، كانت هناك عدد من المشاكل لكن رئيس الوزراء في الأشهر الماضية ذلل هذه العقبات، والمصنع يعمل بحالة جيدة الآن. وكان رئيس الوزراء في هذا الوقت يتفقد المصنع ويتأكد من سير العمل به. كذلك نحن الآن في أحد المصانع اليابانية، استثمارات يابانية والتي تقدم صناعات خاصة بالدعم اللوجستي لصناعة السيارات، ويتابع رئيس الوزراء ويهتم بشدة بالمصانع الموجودة في المنطقة الصناعية في منطقة بورسعيد، وذلك لما كانت هناك أمامهم بعض المعوقات في الفترة الماضية، لكن مجهودات الحكومة كان لها أثر في تذليل هذه العقبات. بعد ذلك سيتوجه رئيس الوزراء إلى منطقة ميناء بورسعيد لمتابعة إنشاء عدد من المنشآت، منها رصيف جديد وعدد من المنشآت، وذلك من ضمن خطة تنمية محور إقليم قناة السويس لما سيقدمه من دعم لوجستي لخطة التنمية للمحور إقليم قناة السويس. نعم، أشكرك جزيلا على المتابعة. منذر أبو دوح كنت معنا على الهواء مباشرة من دمياط.
تلقت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال ندوة الأمن القومي العربية التي ينظمها البرلمان العربي على مدى 3 أيام لبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي في الدول العربية والخروج بتوصيات لعرضها على القمة العربية القادمة لإقرارها. تتطرق أعمال الندوة إلى عدة محاور من بينها المحور الأمني والعسكري والاقتصادي والتربوي في الوطن العربي، فضلا عن ظاهرة الإرهاب التي تهدد عددا من الدول العربية وكيفية توحيد الصف العربي للتصدي لهذه الظاهرة. بهدف إعداد استراتيجية عربية للحفاظ على الأمن القومي العربي ومواجهة التحديات الطارئة على المنطقة العربية ومحاولات النيل من وحدة واستقرار الدول العربية، انطلقت أعمال ندوة الأمن القومي العربية التي ينظمها البرلمان العربي على مدار 3 أيام. نحن يعني نتعاطى مع كل القضايا المهمة في وطننا العربي، لا سيما قضية الأمن القومي العربي التي صارت يعني ضرورة ملحة في الوقت الراهن. ومن هذا المنطلق إن أقر البرلمان العربي ويؤدي البرلمان أو أدى البرلمان العربي دوره في توصيل الرسالة، وأقر يعني ندوة الأمن القومي العربي التي سوف تعتبر خطوة من خطوات أو محطة من محطات الوصول إلى مؤتمر أمني شامل. وخلال كلمته أمام الندوة أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء التي ألقاها نيابة عنه وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، أكد أهمية هذه الندوة لتبادل الخبرات في مجال حماية الأمن القومي وتعميق المفاهيم الديمقراطية. هذه ندوة نابعة من مجالس البرلمانات العربية، فهي تمثل شعوب الدول العربية كلها، فإذا ما توافقت هذه كلها على اتجاه معين لمواجهة هذا الإرهاب وما يهدد الأمن القومي العربي، أعتقد أن ده هتكون أكبر نجاح في مواجهة ذلك. هذا وقد حذر الحضور من تنامي ظاهرة الإرهاب عربيا ودوليا بهدف التأثير على سياسات الدول من خلال محاولات التخويف والترويع، مشددين على ضرورة مواجهة الإرهاب داخليا وخارجيا لتوفير مناخ مناسب للتنمية والاستثمار. المتغيرات التي يمر بها الوطن العربي طبعا أصبحت يعني واضحة للعيان، فبالتالي ارتأى البرلمان العربي أن يعقد هذه الندوة، وطبعا تضم نخبة كبيرة من المثقفين والمفكرين العرب وعدة محاور، طبعا 5 محاور رئيسية، طبعا المهمومين بالقضايا الأمن القومي العربي، ما يمر به العالم العربي يحتاج وقفة من البرلمان العربي. وكانت طبعا هذه الندوة التي إن شاء الله نتمنى أن تخرج بتوصيات يعني تساعد متخذي القرار في الوطن العربي لإيجاد حلول مناسبة لما يمر به العالم العربي، بحثا عن علاج جذري لوباء استعصى على المواجهة حتى الآن. جاءت فعاليات البرلمان العربي لتؤكد للعالم في رسالة قوية أن الأمن القومي العربي كل لن يتجزأ، مشددة على تكامل المواقف وتطابق الرؤى لاجتثاث جذور الإرهاب. من مقر جامعة الدول العربية، أمل صبري، النيل. أكد وزير الخارجية سامح شكري خلال زيارته إلى بريطانيا حيث التقى نظيره البريطاني فيليب هاموند ضرورة التعاون مع قضية الإرهاب بشكل كامل للقضاء عليه، مشددا على عزم مصر وشعبها التصدي للإرهاب. كما بحث شكري مع وزير شؤون الشرق الأوسط بالخارجية البريطانية توبياس إلود تطورات الوضع في العراق والحملة الدولية للقضاء على تنظيم داعش، فضلا عن لقائه مع عدد من رجال الأعمال ومماثلي كبرى الشركات البريطانية. بدأ وزير الخارجية سامح شكري زيارة رسمية إلى بريطانيا استهلها بلقاء ونظيره البريطاني فيليب هاموند. كانت الأوضاع في المنطقة خاصة التطورات المتعلقة بملف الإرهاب في قمة أولويات وزير الخارجية خلال مباحثاته، وأيضا سير التحقيق البريطاني حول جماعة الإخوان. تأتي زيارة ردا على زيارة الوزير فيليب هاموند إلى القاهرة، ورغبة الجانبين في توثيق العلاقة وتكثيف الاتصال المباشر لمواجهة التحديات وأيضا للارتقاء بالعلاقة الثنائية. قضاء وإرادة الشعب المصري بأن ينحي جانبا هذا التنظيم عن الحكم،
فتصاعد هذه العمليات الإرهابية هو خير دليل على انتماء هذه الجماعة إلى فكر متطرف وقيامها بأعمال إرهابية واضحة. ونأمل أن تتخذ الحكومة البريطانية هذا في الاعتبار. كما عقد لقاء ضم الوزير سامح شكري ووزير الشؤون الخارجية بحكومة الظل البريطانية، الجانبان تبادلا وجهات النظر حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ده شيء تقليدي أن يتم اللقاء مع طرفي المعادلة السياسية في بريطانيا، لأن هناك دائما تواصل وتعاقب في الحكم. ملف مصر الاقتصادي لم يغب عن الزيارة، حيث كان الوزير سامح شكري على موعد مع مجلس الأعمال المصري البريطاني في لندن في لقاء يعد فرصة لتقييم التعاون الثنائي في هذا الصدد. وقد جاء اللقاء صريحا من الجانبين، حيث طالب المستثمرون بصناعة قرار سريع في مصر من قبل آلة الحكومة فيما يتطلعون للاستثمار بكثافة في المشاريع الجديدة مثل محور قناة السويس والمثلث الذهبي، بعد أن أثارت الإحصاءات البريطانية عن مشروع القناة دعم حوالي 70% من المصريين للإدارة الحالية بالبلاد. مصر هي اقتصاد متنوع ومنفرد في المنطقة، ننجذب لمجالات مثل الاتصالات والمعلومات إلى البنية التحتية كالمثلث الذهبي ومحور قناة السويس، لكن أيضا الطاقة المتجددة والتعليم الذي نملك قدرات به وتملك مصر الحاجة إليه. بريطانيا تتفهم أن هناك حاجة ملحة في مصر الآن إلى الاستقرار الداخلي أكثر من أي شيء آخر. هنالك حاجة لدخل، لخلق فرص عمل، والجانب البريطانية التقت الإشارات طالما تصب في مصلحة العامة، وقد استعادت مصر عافيتها بالأرقام بالفعل. هذا ويواصل وزير الخارجية سامح شكري فعاليات زيارته الهامة إلى بريطانيا والممتدة ليومين. هكذا كانت حصيلة اليوم الأول لهذه الزيارة تشاور وتنسيق حول عدد من القضايا الهامة على رأسها ملف مكافحة الإرهاب والذي حظى بأهمية خاصة. من خارج كارلتون هاوس بلندن، أميرة عباس، النيل. وللمزيد من المتابعة تبقى معنا عبر الهاتف مراسلتنا في لندن أميرة عباس. أميرة، بعد التحية، ما الجديد في لقاءات وزير الخارجية سامح شكري اليوم؟ أهم النقاط التي ركز عليها خلال لقائه مع نظيره البريطاني؟ نعم، وصل الوزير اليوم اجتماعاته، لكنه لم يتقابل مع نظيره البريطاني اليوم، لكنه استقبل وفدا هاما جدا ورفيعا من البرلمان البريطاني يضم شخصيات رفيعة مثل جاك سترو وزير الخارجية الأسبق هنا في بريطانيا، وأليستر بيرت وهو وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط أيضا الأسبق، وكلهم أعضاء حاليين بالبرلمان. أهم ما ارتكز عليه هذا اللقاء كان الأوضاع بالمنطقة. الجانب البريطاني يعني نقدر أن نقول أنه يتتبع مصر حثيثا جدا، يريد أن يعلم ما تم إنجازه بالفعل داخليا، لكن أيضا يتطلع لدور أكثر فاعلية وحيوية لمصر في المنطقة كما كانت عليه، وربما أكثر أيضا الآن نظرا للتهديد المتمثل حاليا في الإرهاب في المنطقة. وهم يتطلعون لدور أكبر في مصر بعد ما أنجزته خلال الحرب على غزة، يأملون في المزيد من الاعتماد عليها في العراق، في سوريا، وبشكل خاص جدا في ليبيا أيضا. هذا ما تم الارتكاز عليه خلال هذا اللقاء الذي تم صباح اليوم. نعم، لكن بشكل عام إلى أي مدى الجانب البريطاني متفهم لموقف مصر من حربها على الإرهاب؟ الجانب المصري يعني، وربما أيضا في بيان هاموند الذي أصدرت الخارجية البريطانية بيانا تعقيبا على هذه الزيارة، يبدي دعما كاملا للشعب المصري في حربه على الإرهاب. هذا ما ورد في بيان الخارجية البريطانية حول هذه الزيارة. وقد قدم أيضا هاموند التعازي بخصوص ضحايا سيناء بشكل شخصي إلى الوزير خلال زيارته إلى لندن. هم يرون أن مصر حققت يعني بعض الخطوات الهامة في وقت قصير على المستوى السياسي والاقتصادي. هناك خشية من بعض الأمور، هناك أيضا هم عبروا اليوم عن خشيتهم مثلا من إذا كان ما هناك شرق مجتمعي ما زال موجود داخل المجتمع المصري يعني، وهناك أيضا خشية من النمو أو الزيادة السكانية أن تعطل النمو الاقتصادي، لكن هم أيضا مرحبين بدخول مصر في تنفيذ خطوات خارطة الطريق بشكل واضح جدا وملموس هنا بشكل فعال، مثلا بداية من وضع الدستور
ثم المرور للانتخابات الرئاسية ويتطلعون ويسألون بشدة حول الانتخابات البرلمانية. ينتظرون أيضا ما أعلنت عنه مصر من مؤتمر اقتصادي كبير سيعلن في فبراير القادم. إذن كما قلت لك هم يتتبعون أخبارنا بشكل حثيث جدا ويريدون معرفة كل شيء. نعلم أن بريطانيا هي مستثمر أكبر مستثمر غربي في مصر، وبالتالي يعنيهم بشدة ما يحدث داخليا. كما هي أيضا شريك أساسي لبريطانيا في المنطقة، مثل ما كان الوضع. أميرة عباس مراسلتنا في لندن، شكرا جزيلا لك على هذه المتابعة. أعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة العقيد محمد سمير بدء تحرك تعزيزات إضافية من الجيشين الثاني والثالث الميداني وعناصر من وحدات التدخل السريع إلى سيناء، كما تم الدفع أيضا بتعزيزات من العمليات الخاصة للأمن المركزي التابعة لوزارة الداخلية لمعاونة تشكيلات ووحدات القوات المسلحة والشرطة المدنية في الحرب على الإرهاب. كذلك تحركت عناصر المهندسين العسكريين لرفع كفاءة النقاط الأمنية التي تضررت جراء العمليات الإرهابية الأخيرة ورفع كفاءة التجهيز الهندسي للقوات المكلفة بأعمال التأمين في سيناء. أضاف المتحدث أن قوات حرس الحدود تمكنت على مدار أسبوع من تدمير 9 فتحات أنفاق جديدة بمدينة رفح في إطار تأمين الحدود على كافة الاتجاهات. في غضون ذلك قتل 8 أفراد من العناصر الإرهابية نتيجة لتبادل إطلاق النار مع قوات الجيش أثناء تنفيذ حملة مداهمات في محافظة شمال سيناء. ومن بين القتلى أحد العناصر المشتركة في الهجوم الإرهابي الأخير على قوات الجيش بمنطقة الشيخ زويد. كما تم خلال حملة المداهمات ضبط 7 أفراد من العناصر الإرهابية وضبط وتدمير 2 دراجات بخارية. وتم أيضا تدمير 3 منازل خاصة بالعناصر الإرهابية، فضلا عن 3 مخازن للأسلحة والذخائر والعبوات الناسفة التي تستخدمها الجماعات الإرهابية في تنفيذ عملياتها الإجرامية. تمكنت قوات الحماية المدنية والمفرقعات صباح اليوم من إبطال مفعول عبوة ناسفة بدائية الصنع تم وضعها بجوار سور مدرسة عمرو بن العاص الابتدائية الخاصة بمنطقة المطبعة بمحافظة الجيزة دون وقوع إصابات. وقد أكد الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اكتشاف قنابل بالمدارس، حيث تم بالفعل اكتشاف أكثر من قنبلة منذ بداية العام الدراسي وإبطال مفعولها من قبل الحماية المدنية. كما أكد أبو النصر ضرورة اتباع الإجراءات الأمنية اللازمة بالمدارس وضرورة التأكد من شخصية كل من يدخل المدرسة وإظهار بطاقته وإزالة المخلفات وأكياس القمامة الملقاة أمام أبواب المدرسة وأسوارها. أجلت اليوم محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة محاكمة 73 متهما من بينهم 9 قيادات أمنية و3 من مسؤول النادي المصري في القضية المعروفة إعلاميا بمذبحة بورسعيد إلى جلسة 22 من نوفمبر المقبل لسماع أقوال الشهود. كما طلبت المحكمة إعلان عدد من الضباط على يد محضر لحضور الجلسة القادمة، وكذلك استعجال تقرير لجنة اتحاد الإذاعة والتلفزيون وتقرير الأمن الوطني والطب الشرعي، حيث كلفت المحكمة النيابة العامة بمتابعة تلك التقارير. اختلفت آراء المواطنين في كيفية اختيار النائب البرلماني ما بين حاجة البعض لنائب يقوم بدوره الأساسي في الرقابة على الحكومة وسن القوانين، وما بين آخرين يرغبون في نائب خدمي يساعد في حل مشكلاتهم. الخبراء من جانبهم وضعوا شروطا يجب أن تتوفر في النائب البرلماني للقيام بدوره الرئيسي وهو التشريع والرقابة. مع بدء الإجراءات الفعلية للانتخابات البرلمانية المقبلة يقع على عاتق المواطن دور كبير هو كيفية اختيار النائب البرلماني وهل يريده نائبا خدميا أم نائبا تشريعيا. هو سن التشريعات والقوانين، والقيام بالخدمات ده دور ثانوي، ولكن أصل ورقابية على يعني كسلطة رقابية على السلطة التنفيذية والسلطة القضائية. كم نائب قبل كده انتخبناه وعطناه وعملنا كل مصلحة نفسه، ما فيش حد مصلحة دلوقت لحد، والله كل مصلحة نفسه، فاحنا عاوزين واحد يمشي بمرضي الله يخاف الله فينا. لأن المفروض يبقى الراجل اللي يختار لمجلس الشعب ده لازم يكون راجل أكاديمي يفهم في سن التشريعات والقوانين، أما الراجل اللي بيقوم بخدمات ده فده يبقى وظيفة تانية، المفروض تبقى وظيفة المحليات.
المفروض يتسن قانون بالنسبة أو يتحط شروط بالنسبة لأعضاء مجلس الشعب عشان يقدروا يوصلوا لقوانين صحيحة ومظبوطة. الخبراء وضعوا معايير عدة لابد وأن تتوافر في نائب البرلمان حتى يتمكن البرلمان القادم من القيام بالدور المنوط به في التشريع والرقابة. النائب البرلماني المنتخب يمثل أبناء دائرته ويجب أن يكون على تماس وإدراك بمشاكلهم البسيطة سواء على مستوى الخدمات أو على مستوى المعاناة أو على مستوى حجم الخدمات والقضايا التي اليومية التي يعيشونها ويعانون منها، بجانب أن يكون هذا الشخص مدركا أيضا لدوره بأنه يمثل هؤلاء ويمثل الوطن في مجمله سواء من ناحية التشريع أو من ناحية مناقشة المشاريع مشروعات القوانين الميزانية والموازنة العامة وسياسة الدولة الداخلية والخارجية. ومن المقرر إصدار قانون تقسيم الدوائر قريبا حتى يتسنى للجنة العليا للانتخابات البرلمانية تحديد المواعيد الزمنية للانتخابات والتي من المتوقع إجراؤها في فبراير المقبل. أشرف إبراهيم، النيل. شهد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول صدقي صبحي بيانا عمليا لاقتحام وعبور قناة السويس في إطار المناورة بدر 2014. نفذ الاقتحام عناصر من وحدات الجيش الثالث الميداني باستخدام المركبات والمعديات والكباري سريعة الإنشاء. وبدأ البيان بعرض الخصائص الفنية للمركبات والمعدات المشاركة في عبور المانع المائي لقناة السويس وتنفيذ أعمال الإصلاح والنجدة والإخلاء. قامت عناصر المهندسين العسكريين بالجيش الثالث الميداني بفتح كباري المواصلات وكباري الاقتحام سريعة الإنشاء واستخدام المعديات، وتمت العملية تحت ستر من عناصر القوات الجوية وأسلحة الدفاع الجوي والمدفعية التي أمنت قطاع العبور. وللمتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف اللواء الدكتور محي عشماوي الخبير الاستراتيجي. سيادة اللواء، أهمية هذه المناورات في ذلك التوقيت بالتحديد. هذه المناورة نعم من أكبر المناورات التي بتقوم بها القوات المسلحة المصرية. نعم. ويشارك في المناورة جميع أفرع القوات المسلحة، القوات الجوية والبرية والبحرية والدفاع الجوي وقوات الطاقة، قوات الظلام، أسلحة المهندسين، مزارع عسكرية. وهذه المناورة تثبت القدرات الفائقة لقوات المسلحة بالتصدي لأي عدو يهدد أمن البلاد في البر والبحر، وتعتبر ردا على ما قام به الإرهابيين في سيناء. وإن القوات المسلحة المصرية قادرة على رد الإرهابيين والقضاء عليهم وعودة الأمن والأمان، وإن أي حد هيتعدى الجيش المصري يقول الفناء له قريبا شعبه. نعم. طيب سيادة اللواء، يعني هي من جانب آخر إلى جانب أهميتها، هل هي بمثابة رد قوي سواء على من يدعي انشغال الجيش بشأن الداخلي والاضطرابات الداخلية عن الفنون القتالية، سواء أيضا الرد على العملية الإرهابية الأخيرة في سيناء؟ بالنسبة للعملية الأخيرة في سيناء فمقضي عليها إن شاء الله. أولا الجيش قام بحشد قواته وتحركت إلى سيناء. عناصر الجيش الثاني، عناصر الجيش الثالث، قوات الدفاع السريع، قوات المهندسين العسكريين، وحدات الصاعقة، وحدات المظلات. ويقوم الجيش حاليا بتطهير سيناء والمناطق اللي قامت فيها العملية الإرهابية من أفكار ومصدرهم القضاء عليهم نهائي. ولازم الناس تعرف إن الجيش المصري هو درع الشعب المصري، والجيش المصري يقف لأعداء الشعب المصري بالمصاب، ولن ينجح أي رئيس يوم الآن بالتطاول على مصر أو أرض سيناء أو أرض مصر أو أي نوع من أنواع الإرهاب. نعم، أشكرك جزيلا سيادة اللواء الدكتور محي عشماوي الخبير الاستراتيجي. أكدت جامعة الأزهر أن العملية التعليمية تسير وفقا لخطط موضوعة مسبقا بما يضمن عدم تعطيل الدراسة بسبب أعمال الشغب التي يرتكبها بعض الطلاب. وأشارت الجامعة إلى أنها قامت بفصل بعض الطلاب الذين تورطوا في أحداث الشغب الأخيرة داخلها. للوقوف على سير العملية التعليمية بجامعة الأزهر واستعراض إجراءات الجامعة لضمان سير الدراسة في أجواء ملائمة، يأتي المؤتمر الصحفي الذي عقد بحضور رئيس الجامعة ونوابه ووكيل الأزهر.
خطة تعليمية متكاملة فيها الأنشطة الطلابية المتنوعة، هناك الخطة الأمنية أيضا، وأنتم ترون ما يحدث في الأمن والأمان، وهذا دليل وبرهان دامغ. أما هذه الفئة التي لا تتعدى 150 طالب التي فصلنا منهم إلى الآن ما يزيد عن 60 طالب، وسنفصل كل من يضل ويخطأ. أثبت للعالم كله أن جامعة الأزهر الشريف آمنة، وأن جامعة الأزهر الشريف عادت إلى سابق عهدها وستكون أفضل مما كانت عليه إن شاء الله. وفيما يخص المدينة الجامعة أنها ستفتح قريبا بعد انتهاء بعض الترتيبات الخاصة بها. المدينة الجامعية سنعلن عنها في حينها إن شاء الله، حين يتم الانتهاء منها وإن شاء الله، وحين يتم التسكين سيتم التسكين بمعايير، وعند الشعور بأن أي إنسان يفعل أي شيء يخل بعملية التسكين فإنه سوف يحرم فورا، والمبنى الذي يثبت عليه شيء إن كان قد ارتكب خطأ سننظر، إذا كان هؤلاء هم الكسر فسوف نخلي هذا المبنى فورا. خلال المؤتمر سلمت الجامعة لأبنائها الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة 37 دراجة بخارية من صندوق التكافل الاجتماعي. أنا في كلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، قدمت بحث، عملت بحث اجتماعي وعملت تقرير طبي بالحالة، وجيت قدمته في جامعة الأزهر السنة اللي فاتت وخدت واستلمته النهاردة، وأنا سعيد جدا وبشكر جامعة الأزهر. أنا من المنيا جاي هنا الأزهر عشان استلم الدراجة، بس كنت أتمنى أنها تبقى عربية مجهزة، بس هو النصيب. وفي ختام المؤتمر أكدت الجامعة أن الأنشطة الطلابية لم تتوقف، حيث حصلت جامعة الأزهر على مستويات عالمية في الأنشطة الثقافية والعلمية. أشرف إبراهيم، النيل. أعلن حزب نداء تونس العلماني أنه لن يحكم تونس بمفرده بعد فوزه على حركة النهضة الإسلامية التي حل ثانية في الانتخابات التشريعية الحاسمة التي أجريت الأحد. وقال مراقب الاتحاد الأوروبي إنها اتسمت بالشفافية والمصداقية. وحتى الآن لم تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سوى نتائج جزئية لعمليات الاقتراع التي أشارت إلى حصول نداء تونس على 80 مقعدا والنهضة على 70 من إجمالي عدد مقاعد البرلمان البالغة 217. من جانبها أقرت حركة النهضة بفوز خصمها نداء تونس بالانتخابات التشريعية الحاسمة التي سينبثق عنها أول برلمان وحكومة دائمين في البلاد. مع توالي إعلان النتائج الجزئية للانتخابات التشريعية في تونس وإحصاءات الأحزاب الكبرى التي أكدت فوز حركة نداء تونس على حركة النهضة الإسلامية التي أقرت بهزيمتها وحصولها على المركز الثاني لتتجرع كأس الهزيمة التي منيت بها بعد سيطرتها على السلطة في تونس منذ الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في عام 2011. وأعلنت أن رئيس الحركة راشد الغنوشي هنى قائد السبسي رئيس حركة النداء التي تضم خليطا من رموز النظام السابق والوجوه الوسطية واليسارية. وبدوره أعلن المتحدث باسم النهضة أن حزبه جاهز للحاق بصف المعارضة المسؤولة والإيجابية ومساعدة من في الحكم عبر النقد الإيجابي البناء والنزيه، مؤكدا أن النهضة لا تحرص على أن تكون في الحكومة ولا تخشى من الانضمام لجبهة المعارضة. نحن من نعتبرها نتيجة إيجابية لأنه الكتلة اللي عندنا هي كتلة كبيرة الآن، نحن تجاوزنا 70، فما زلت من نعرف بالتدقيقة ما تجاوزنا 70، النداء في 82-83، فما فماش حاجة كبيرة ياسر، ما نعتبروش الهزيمة، بالعكس نعتبره انتصار للشعب التونسي. من جانبه هنا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تونس بإجراء الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أنها خطوة حاسمة من أجل مستقبل البلاد وتشكل حجر زاوية في عملية التحول الديمقراطي. يذكر أن النظام الانتخابي النسبي بالقوائم في تونس يجيز تشكيل الحزب الفائز بأعلى عدد مقاعد الائتلاف ليتمكن من تشكيل الحكومة التي ستكون الحكومة الدائمة الأولى منذ اندلاع ثورة الياسمين. مستمرون معكم في هذه البانوراما الإخبارية، وفيها بعد أنباء الاقتصاد. تواصل غارات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، والبنتاغون يعلن تخطي تكلفة الضربات حاجز 8 مليون دولار يومياً.
خلال تفقده عددا من المشروعات في منطقة القناة، محلب يفتتح الرصيفين 18 و19 بميناء دمياط، ويتفقد المركز اللوجستي لتخزين الغلال. تعزيزات من الجيشين الثاني والثالث وعناصر التدخل السريع لمعاونة وحدات الجيش والشرطة في حربها على الإرهاب في سيناء. العليا للانتخابات في تونس تعلن النتائج الجزئية لعمليات الاقتراع في الانتخابات التشريعية، وحزب نداء تونس يقول إنه لن يحكم البلاد بمفرده إثر فوزه بالانتخابات. والآن نتحول لمتابعة أبرز أخبار الاقتصاد بصحبة الزميل حسام الدين عاطف. أهلا بك حسام. شكرا أيمن وشكرا إيمان. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى باقة اقتصادية جديدة وأهم ما فيها. البورصة المصرية تسترد 3.3 مليار جنيه من خسائرها، ومؤشرها الرئيسي يرتفع بنسبة 1.1 عند الإغلاق. أهلا بكم من جديد. نبدأ مع البورصة المصرية التي استطاعت مؤشراتها استرداد جزء من خسائرها لدى إغلاق تعاملات اليوم، مدعومة بعمليات شراء ملحوظة من المؤسسات وصناديق الاستثمار والأفراد العرب، مع استمرار عمليات البيع المكثفة من المؤسسات والصناديق المصرية. رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية ربح نحو 3.3 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى 494.3 مليارا، وسط تعاملات بلغت نحو 875 مليون جنيه. أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي أن مشروع المركز اللوجستي العالمي لتخزين وتداول الغلال والحبوب سيمكن مصر من التحكم الاستراتيجي في الغذاء عالميا، بعد أن تكون مصر قد أكبر مركز استراتيجي لحركة وتداول الحبوب. جاءت تصريحات حنفي خلال تدشين رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب مشروع المركز اللوجستي بدمياط. وأكد وزير التموين أنه من المنتظر أن يتم الانتهاء من العمل في المشروع خلال العامين من خلال التكليف المبدئي، والتي تشمل نحو 15 مليار جنيه، متوقعا استثمارات خارجية دولية نتيجة الاهتمام العالمي بهذا المشروع. محليا أيضا، ارتفع عدد السائحين القادمين من كافة دول العالم إلى مصر خلال شهر أغسطس الماضي ليبلغ 997.7 ألف سائح، مقابل 564.5 ألف سائح خلال شهر أغسطس من عام 2013، بنسبة الزيادة 76.7%. وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن تحسن الأحوال الأمنية في البلاد أثر على زيادة أعداد السائحين، بجانب رفع الحظر عن سفر السائحين لكثير من البلاد إلى مصر. وأشار الجهاز إلى أن أوروبا الشرقية كانت أكثر المناطق إفادا للسائحين خلال شهر أغسطس من عام 2014 بنسبة 42.2%، يليها أوروبا الغربية بنسبة 32.4%، ثم الشرق الأوسط بنسبة 16.7%. كشف مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء عن ارتفاع المؤشر العام لثقة المستهلك المصري في الأداء الاقتصادي خلال شهر أغسطس الماضي بنحو 13%، ليسجل 126.9 نقطة مقارنة ب 122.3 نقطة يوليو الماضي. وأرجع المركز ذلك إلى زيادة الاستثمارات وفتح مشروعات جديدة على رأسها محور قناة السويس، فضلا عن تحسين الحالة الأمنية. وأوضح المركز ارتفاع مؤشر الثقة في السياسات الاقتصادية السائدة ومستوى دخل الأسرة، كما ارتفع مؤشر توقعات تحسن الحالة المعيشية والاقتصادية للأسرة والمجتمع ككل. أكد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة أنه لا توجد نية لإلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا. وأوضح عبد النور في كلمته أمام ورشة العمل الإقليمية أن اتفاقية الخط الملاحي الرورو منفصلة، ومشيرا لقيام مصر بإبلاغ أنقرة عدم رغبتها في التجديد بعد انتهاء مدة العقد في 24 من سبتمبر الماضي. وأكد عبد النور حرص الحكومة على تحقيق التكامل الاقتصادي والإقليمي وفتح آفاق جديدة للصادرات. في إطار مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية، نظم قطاع الاتفاقات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ورشة العمل الإقليمية لتبادل المعرفة حول التجارة والمهارات. وتهدف الورشة إلى بلورة رؤية استراتيجية نحو تحسين المهارات في القطاعات ذات الميزة النسبية. توفير المهارات الصحيحة وفي الوقت
المناسب يتطلب التنسيق بين السياسات المعنية بالنمو الاقتصادي والتجارة وسياسات التعليم والتدريب. وتتضمن ورشة العمل تبادل المعلومات والخبرات حول ما إذا كان نقص المهارات يؤدي إلى تقييد نمو التجارة وكيفية التغلب على هذه القيود كجزء من استراتيجية شاملة لتعزيز التجارة. بعض الدول العربية ربما تعرف مصادر بعض السلع في أوروبا ولا تعرف أنها موجودة في الدولة المجاورة مثلا، بل ربما ما تعرف أنها موجودة في بلدها. فموضوع الترويج هذا طبعا موضوع مهم. إزاي نخلق عمالة ماهرة؟ إزاي ندرب العمالة للإنتاجية الكبيرة؟ إزاي نساعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة اللي هي بتعتبر الهدف الأساسي لكافة الدول العربية علشان تقليل عنصر البطالة لتقليل الضغط على الحكومات؟ كما تتيح ورشة العمل فرصة تبادل وجهات النظر من قبل منظمة العمل الدولية ومنظمة التجارة العالمية والحكومات وأصحاب العمل والعمال حول المهارات اللازمة لخلق فرص عمل أكثر وأفضل من خلال التجارة. تنمية وتوسيع أفاق التعاون في مجال التجارة بين الدول العربية لا يقوم فقط على حجم المعلومات المتبادلة، وإنما يرتكز بصورة رئيسية على تنمية مهارات العامل خاصة في القطاعات التصديرية وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل. من مقر انعقاد المؤتمر، نهى إسماعيل، النيل. أكد الدكتور ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة أنها لن تسمح بمزاحمة العمالة الأجنبية للعمالة الوطنية بالبلاد، وأشارت عشري إلى أن ضغوط البطالة والحاجة إلى تخصيص فرص عمل جديدة للشباب هي الشغل الشاغل للحكومة الحالية بعد أن وصلت نسبة البطالة إلى 13% من قوات العمل. مشاهدينا الكرام، انتهت وقفتنا الاقتصادية، وعودوا مرة أخرى لأيمن وإيمان، تفضل. شكرا جزيلا لك حسام على هذه القراءة الاقتصادية، وربما نعود إليك في قراءة رياضية. غادرت آليات عسكرية تابعة لقوات البشمركة الكردية اليوم قاعدتها العسكرية في كردستان العراق متوجهة إلى تركيا تمهيدا للعبور إلى مدينة عين العرب في شمال سوريا لدعم المقاتلين الأكراد في دفاعهم عن المدينة ضد سيطرة داعش عليها. يأتي ذلك فيما واصلت قوات التحالف الدولي غاراتها ضد تنظيم داعش في مدينة عين العرب، فيما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن الغارات الجوية التي تشنها الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا تكلف الخزينة الأمريكية 8.3 مليون دولار يوميا. لا يزال مصير مدينة عين العرب كوباني السورية غامضا، بينما ينتظر المدافعون عنها تعزيزات موعودة بنحو 150 مقاتلا من البشمركة الكردية العراقية بعد موافقة برلمان كردستان على انضمامهم إلى عناصر وحدات حماية الشعب الكردية الذين يدافعون عن المدينة. في هذه الأثناء تتواصل غارات التحالف الدولي في العراق وسوريا ضد التنظيم، حيث يستهدفون مراكز تجمع مسلح التنظيم. هذه الحملة الجوية ضد تنظيم داعش التي بدأت في 8 أغسطس في العراق وفي 23 سبتمبر في سوريا تكلف الولايات المتحدة 8.3 مليون دولار يوميا بحسب مسؤولين في البنتاغون، ما يمثل زيادة عن التكلفة التي أعلنها البنتاغون سابقا وهي 7 ملايين دولار يوميا. في المقابل يسعى مقاتلو التنظيم للسيطرة على المدينة قبيل وصول تعزيزات من جانب قوات البشمركة العراقية عبر الأراضي التركية للمقاتلين الأكراد الذين يحاولون الدفاع عن المدينة، ويركز جهادي التنظيم تحركهم على المركز الحدودي مع تركيا شمال المدينة. من جهة أخرى أعلنت قوات البشمركة استعدادها التوجه إلى كوباني بمجرد الانتهاء من وضع جدول زمني مع أنقرة بشأن ذلك. وفي وقت سابق اتهم مسؤول كردي تركيا بالمماطلة في تنفيذ اتفاق يسمح لمقاتلي البشمركة بالوصول إلى سوريا للمساعدة في إنهاء حصار مدينة كوباني. تركيا ترددت في الانضمام إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في مواجهة تنظيم داعش، ولكن بعد ضغط من جانب الحلفاء الغربيين أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بعض مقاتلي البشمركة من العراق سيسمح لهم بدخول كوباني عبر الأراضي التركية. وعراقيا أفاد مصدر أمني بأن 25 عنصرا من تنظيم داعش قتلوا اليوم في قصف جوي لطيران التحالف وسط قضاء بيجي شمال محافظة تكريت.
وأضاف المصدر أن قوات الجيش العراقي وأبناء العشائر تمكنوا من تحرير منطقة دويلية التابعة لقضاء أبو غريب والقرى المحيطة بها من عصابات داعش الإرهابية بعد قتل وجرح العشرات من التنظيم الإرهابي بمشاركة الطيران الحربي في العملية. أصدرت الأمم المتحدة صيحة نداء للمطالبة بمزيد من التمويل لمساعدة الدول المجاورة لسوريا التي تستضيف الملايين من اللاجئين السوريين، محذرة من أن وضع اللاجئين السوريين يمثل أسوأ أزمة إنسانية يشهدها العالم منذ وقت طويل. وأشار المفوض الأعلى التابع للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس في كلمة ألقاها أمام مؤتمر دولي حول اللاجئين السوريين يعقد حاليا في برلين، أشار إلى التأثير الضخم لثلاثة ملايين لاجئ سوري فروا من نزاع طويل ودام على اقتصاديات الدول المجاورة لسوريا وخدماتها العامة. كما أكد المسؤول الدولي أن الدول المستضيفة للاجئين تحتاج إلى دعم مالي أثر قوة لميزانيتها بما يسمح لها بمعالجة فجواتها الهيكلية. يشارك في المؤتمر أكثر من 40 وزير خارجية وممثلا لحكومات ومنظمات دولية، ويركز على الضرورة الملحة لدعم استقرار الدول المستضيفة للاجئين. أعلن المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردين أن مجلس الأمن الدولي سيعقد غدا الأربعاء جلسة طارئة لبحث الانتهاكات الإسرائيلية والاستيطان في القدس. وقال أبو ردين إن السلطات الفلسطينية ستطالب المجلس بالعمل على الوقف الفوري للموجة الجديدة للاستيطان التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية، مشيرا إلى أن هذه الموجة تشكل تهديدات خطيرة للعملية السلمية برمتها. وطلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعقد جلسة طارئة للمجلس بعد أن أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤخرا نيته بناء أكثر من 1000 وحدة استيطانية في القدس. تواصلون مع حضراتكم في هذه البانوراما، وفيها بعد أنباء الرياضة، اليابان تعلن تسجيل أول حالة اشتباه بالإيبولا لشخص عائد من ليبيريا، واستنفار صحي بعدد من الدول تحسبا لانتشار الفيروس بها.